بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم يتحدث عن الترتيب الزمني. ماذا يعني ترتيب الأحداث؟ أحداث التاريخ زمنيا. ما أهمية الترتيب الزمني للأحداث؟ الخط الزمني هو رسم تخطيطي يوضح الترتيب الذي وقعت فيه الأحداث وفق تسلسلها الزمني. إذن الخط الزمني هو رسم تخطيطي يوضح ترتيب الأحداث. الحدث من أول حدث، بعد ذلك الحدث الذي يليه، والحدث الذي يليه بترتيبها الزمني. جميع أحداث التاريخ تقوم على الترتيب الزمني وتتابعه. مثال: بعض الأحداث في تاريخ المملكة العربية السعودية بترتيب زمني. توحيد المملكة العربية السعودية سنة 1351 للهجرة. وفاة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله 1373 للهجرة. تولي الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله الحكم سنة 1436 للهجرة. الترتيب الزمني للأحداث مهم في معرفة ما يجري من أنشطة وأعمال. ما أفعله في اليوم الواحد يصبح في نهاية اليوم تاريخ. في الساعة 6 صباحا أستيقظ من النوم وقد صليت صلاة الفجر في وقتها. 6:30 صباحا أتناول الإفطار. 7 صباحا أذهب إلى المدرسة. 1 ظهرا أعود إلى البيت. 9:30 صباحا ألعب مع زملائي في ساحة المدرسة وقت الفسحة. نشاط 1: يرتب الطلبة الأحداث في الخط الزمني الآتي. استرداد الملك عبد العزيز الرياض. ألف وثلاثمائة وتسعة عشر للهجرة. إنشاء مديرية المعارف. ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين للهجرة. إعلان توحيد المملكة العربية السعودية. سنة 1351 للهجرة. إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
1437 للهجرة. يفيدنا الخط الزمني في معرفة الآتي: تسلسل العصور التاريخية، تسلسل الأحداث وفق تاريخها الزمني، أبرز الإنجازات التاريخية المؤثرة. كما يفيدنا الخط الزمني في التخطيط للأعمال في المستقبل. نشاط 2: يكمل الطلبة في الخط الزمني الآتي: الحدث، ولادتي، تاريخ ولادة الطالبة، دخول المدرسة، تاريخ دخولها المدرسة. بعد ذلك انتقالها للصف الرابع.